أعزائنا طلبة وطالبات المراحل التعليمية المختلفة في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، مجموعة من الحلقات التلفزيونية والإذاعية عبر المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الشباب والرياضة بمجموعة من الخبراء والمتخصصين والمدرسين في المراحل التعليمية تحديداً للشهادة الثانوية من خلال منصة وزارة الشباب والرياضة. طبعاً ده من خلال التعاون بين وزارة الشباب والرياضة، وزارة التربية والتعليم، ووزارة الأوقاف. مرحلة صعبة مهمة بتجتازها مصر الحبيبة من خلال تعاون كافة الجهات. نتمنى بإذن الله كل الخير وكل الصحة وكل السعادة والنجاح لكل الشباب المصري، ودايما وأبدا تحيا مصر. أعزائي الطلبة والطالبات، بنستكمل مراجعتنا للفصل الثاني في إطار فعاليات القوافل التعليمية الإلكترونية تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة. كنا بنتكلم على سؤال حدد أوجه التناقض الاختلاف، وقلنا أن السؤال ده بيخليني محفظ، بيخليني بفكر، بشغل مخي، وهو ده المطلوب في امتحانات الثانوية العامة النهاردة. يلا هقول سؤال وإحنا قلناه قبل كده بصيغ مختلفة، عايز حضرتك اللي يجاوب عليه. حدد أوجه التناقض في الثقافة في عهد محمد علي. تمام، إحنا قلنا ظاهرة ازدواجية الثقافة موجودة في عهد محمد علي، في ثقافة دينية عند خريج الأزهر والمدارس والكتاتيب، مدارس الدينية والكتاتيب، ثم عندي ثقافة مدنية حديثة عند خريجي المدارس المدنية والجامعات أو المدارس العليا وأعضاء البعثات التعليمية. من هنا بقى عندي نوعين من الثقافة، وده نوع من التناقض موجود زي ما قلنا بداية الحملة الفرنسية ثم محمد علي ثم تعمقت في عهد خلفاء محمد علي. وإذا أنا عندي ظاهرتين متناقضتين في الثقافة في عهد محمد علي. طيب، حدد أوجه التناقض في الجيش في مصر في عهد عباس الأول وعهد سعيد. التناقض هنا سهل وواضح جدا. عباس الأول أهمل الجيش، لم يكن الجيش موضع عناية عباس الأول. ده مش بس كده، العناصر اللي كان محمد علي رافض أنه يدخلها في الجيش الحديث بتاعه هي عناصر الأرناؤوط، مش بس عباس دخلها، وإنما عباس جعلهم خاصة الجند بتوعه. طيب سعيد، التناقض زي ما بقول واضح، سعيد العكس تماما، بدأ يهتم بالجيش جدا، ابتدى المصريين يحبوا الجندية في عهد سعيد لأنه حدد مدة التجنيد، خلاها مدة قصيرة، كان قبل كده التجنيد إجباري وأبدي، ثم أصلح أحوال الجيش وأدخل جميع فئات الجيش إلى جميع فئات الشعب إلى الجيش. الجيش شرف وطني إن البني آدم يدخل الجيش بتاع بلده. من هنا أصبح التجنيد على جميع الطبقات، فبدأت الطبقات الفقيرة ما تحسش إنه الجيش ده عبء عليها، وإنما دي خدمة وطنية، زي ما بقول يتشرف أي حد إنه يخدم في جيش بلده. من هنا أحب المصريين الجندية. مش كده بس، إنما سعيد حاول إصلاح الأسطول ولكن إنجلترا حردت عليه السلطان العثماني. وإذن الجيش في عهد عباس الأول وفي عهد سعيد التناقض واضح جدا. طيب السؤال بعد كده بيقول لي حدد أوجه التناقض في ملكية الأرض الزراعية في العصر العثماني وفي عصر إسماعيل. إحنا عارفين إنه ملكية الأرض الزراعية في العصر العثماني كانت ملكية انتفاع، وإن الأرض كلها كانت ملك للسلطان العثماني، وما كانش الفلاح ليه إلا حق الانتفاع، بيزرع الأرض عن طريق تكليفه بزراعتها ودفع الضرائب بعد كده. لكن التناقض بقى بنقول في عهد إسماعيل لأول مرة بيظهر ملكية الأرض الزراعية ملكية تامة. إزاي؟ بنقول أنه
بيصدر قانون المقابلة زي ما انتم عارفين سنة 1871، بيقول باختصار القانون انه من يدفع 6 أمثال الضريبة مقدما ومرة واحدة، يعني بيدفع ضرائب 6 سنين للدولة، بياخد كم ميزة؟ 2. الميزة الأولى انه هيعفى من نصف الضرائب بصفة مستمرة، وحيتملك الأرض الزراعية ملكية تامة. من هنا بدأت الملكية الخاصة للأرض الزراعية. إذن في تناقض في ملكية الأرض في عهد إسماعيل وفي العهد العثماني. السؤال بعد كده بيقول لي علاقة محمد علي بفرنسا سنة 1840 في تناقض. أيوه. إزاي؟ إنه لما اتعملت معاهدة لندن سنة 1840، المعاهدة دي تمت من وراء ظهر فرنسا، وده اللي أغضب فرنسا، عشان كده حرضت محمد علي على إنه يرفض هذه المعاهدة. وبالفعل محمد علي بيرفض المعاهدة ويتأهب للحرب. ولكن بعد ما محمد علي جهز نفسه للحرب، بيتفاجئ إن فرنسا بتتخلى عنه، يبقى في موقف متناقض. ومن هنا بنقول خد بالك ان الدول الاستعمارية او الدول الاوروبية ما بيهمهاش غير مصالحها فقط. يبقى فرنسا تخلت عن محمد علي، في الاول حرضته على انه يرفض المعاهدة، بعد كده تخلت عنه. من هنا موقف فرنسا المتناقض. السؤال اللي بعد كده بيقول لي رؤية تناقض في رؤية محمد علي والسلطان العثماني لصلح كوتاهية سنة 1833. محمد علي الراجل صلح كوتاهية جه بعد ما استولى على بلاد الشام بالقوة، ده مش بس كده، ده اندفعت قواته في الأناضول، ويعني بيزحف على الأستانة عاصمة الدولة العثمانية. فنظرة أو رؤية محمد علي إنه صلح كوتاهية تتويج أو ثمرة لانتصاراته. ومن هنا بدأ محمد علي يستعد لإعلان استقلاله، وفعلا كاد أن يعلن استقلاله مرتين، مرة 1834 ومرة 1838، ولكن قناصل الدول الأوروبية وقفوا ضد إعلان محمد علي الاستقلاله في المرتين. والسلطان العثماني رؤيته إيه لصلح كوتاهية؟ رؤية مختلفة. السلطان العثماني اتهزم أمام محمد علي. طب إيه النتيجة؟ إنه شايف إن دي هدنة مؤقتة يلتقط فيها الأنفاس، ثم يعود لمحاربة محمد علي ويجبره على الخروج بالقوة من بلاد الشام، ويعني يسترد كرامته أمام العالم. عشان كده السلطان العثماني عمل ايه؟ وقع، تمام، وقع الاتفاق السري مع روسيا او المعاهدة السرية سنة 1833، انه بيتعهد كل طرف ان يساعد الطرف الاخر اذا ما تعرض لاخطار داخلية او خارجية. يبقى الرؤية فيها تناقض. محمد علي شايف انه ده ثمرة لانتصاراته وعاوز يعلن استقلاله. السلطان العثماني شايف ان دي هدنة مؤقتة، وانه كان راغب في الانتقام من محمد علي اللي هو كان احد ولايات الدولة العثمانية. السؤال اللي بعد كده بيقول لي نخش على سؤال جديد، بيقول لي استخلص الأدلة التاريخية مما يأتي. أول حاجة بنقول تعددت المكاسب التي حصلت عليها مصر نتيجة لصلح كوتاهية سنة 1833. مصر حصلت على مجموعة من المكاسب. أولا أنه تم الاعتراف لمحمد علي أو لمصر بالسيطرة على بلاد الشام وأدنى. تأكد نفوذ محمد علي في معظم شبه الجزيرة العربية وبلاد الحجاز وكريت إلى آخره. فاعترفت الدول الأوروبية
سيطرة مصر أو نفوذ مصر على هذه المناطق. هيبدأ محمد علي يجري كثير من الإصلاحات في بلاد الشام باعتبار أن الشام تمثل المجال الحيوي الشمالي لمصر، ثم بنقول بيتأهب محمد علي لإعلان استقلاله عن الدولة العثمانية. طب بيقول لي استخلص الأدلة التاريخية على حقق الجيش المصري انتصارات عظيمة في حروب الشام سنة 1832. أولا تمكنت القوات المصرية من الانتصار في عكا، سيطرت على عكا الأول، ثم على دمشق بعد كده، ثم حمص، ثم نقطة تانية دخلت القوات المصرية تجاوزت الحدود الشمالية لبلاد الشام ودخلت إلى الأناضول وتمركزت في أدنى اللي هي مفتاح الزحف نحو الستانة. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي أي صحة العبارة أو استخلص الأدلة التاريخية على تأثرت القوى الاجتماعية المختلفة بإطلاق سياسة الباب المفتوح. قلنا قبل كده الباب المفتوح يعني الحرية الاقتصادية، يعني سقوط الاحتكار. في قوى اجتماعية تأثرت سلبا وفي قوى تأثرت إيجابا أو إيجابيا. مين القوى اللي تأثرت سلبا؟ التجار طبعا. ليه التجار؟ التجار من أيام محمد علي، محمد علي ضرب طبقة التجار المصريين، ثم بعد كده بعد سقوط الاحتكار ما فيش رأس مال في إيد التجار المصريين، فهتسيطر الوكالات التجارية الأجنبية. يبقى الوكالات التجارية بتسيطر على الاقتصاد في حين أن التجار المصريين بيتأثروا سلبا. مين تاني بيتأثر سلبا؟ طبقة العمال المصريين. ليه؟ لأنه بتتلغي طوائف الحرف وبيفلس معظم العمال المصريين، وحتلغى تماما نقابة أو يعني بتلغى تماما طوائف نقابات الصناع سنة 1891. دي أهم الفئات اللي تأثرت من الناحية السلبية، التجار والصناع. طيب مين تأثر إيجابيا؟ اللي تأثر إيجابيا ويرتفع شأنهم جدا طبقة الأعيان. طبقة الأعيان يعني إيه؟ اللي هم كبار ومتوسطي ملاك الأراضي الزراعية، وبالذات يبقى لهم نفوذ كبير جدا وسلطة كبيرة جدا، وهيمارسوا الحياة السياسية وهيدخلوا السلطة التشريعية بعد كده، فهيصبح لهم نفوذ كبير زي ما قلنا، بالذات بعد إصدار قانون المقابلة سنة 1871. طيب السؤال بعد كده بيقول لي خد بالك استخلص الأدلة على عمل محمد علي على توفير أكبر قدر من الدخل في الإنتاج أو من الإنتاج الزراعي. أنا عاوز حضرتك تاخد بالك من السؤال بالصيغة دي، يبقى هتكلم على أسباب تقدم الزراعة في مصر في عهد محمد علي. ليه الزراعة تقدمت؟ وفي صيغة تانية السؤال أنا حطيتها لك بعديها عشان تاخد بالك من النقطة دي. خد بالك هنا عايزين إيه؟ الأسباب اللي أدت أو الأدلة اللي تثبت إن محمد علي اهتم بالزراعة فتقدمت الزراعة. نقول إحلال أساليب علمية حديثة لزيادة الإنتاج، اهتم بالتعليم الزراعي وأنشأ مدرسة زراعية واستخدم خبراء للزراعة من كل مكان. الأهم إنه اهتم محمد علي بتحسين طرق الري، دي نقطة مهمة جدا مرتبطة بالزراعة، فابتدى يهتم بشق الترع وتطهير الترع القائمة وإنشاء القناطر وبالذات القناطر الخيرية. واهتمامه بالري بالذات القناطر الخيرية هيؤدي إلى تحويل أراضي الدلتا إلى الري الدائم. مش كده وبس، ده بدأ
يدخل محاصيل جديدة، يعني مثلا بيحسن من زراعة القطن اللي موجودة، بيدخل محصول النيلة الهندية، وخد بالك النيلة ده محصول للصبغة، عشان هو كان مهتم جدا بصناعة المنتوجات. أيضا بيهتم بزراعة التوت، مش بس عشان الثمرة، وإنما عشان دودة الأز دي بتستخدم لإنتاج الحرير الطبيعي. طب ناخد سؤال تاني من الأسئلة السهلة، بيقول لي اتخذ محمد علي عدة إجراءات لتطوير الصناعة. قلنا السؤال ده قبل كده ونقوله تاني من الأسئلة المهمة. إقامة مصانع كبرى تتبع الدولة مباشرة، ثم استخدام الخبراء من الخارج للعمليات الصناعية، إجبار مشايخ الحارات على جمع الصبية للعمل في مصانع الدولة، ثم إرسال بعثات صناعية من العمال المصريين إلى أوروبا، وترجمة الكتب الصناعية عشان تتاح لكل العمال اللي موجودين في مصر. أعزائي الطلبة بشكركم، ونستكمل في حلقة قادمة.